مع تزايد حالات الإصابة والوفاة من جراء فيروس كورونا المستجد عالمياً، يحذر مسؤولو الصحة حول العالم من أن ذروة الوباء لم تأتي بعد وسط توقعات باتساع رقعته. والصين أعلنت تسجيل زيادة في عدد الإصابات الجديدة بعد تراجع الأعداد على مدى 4 أيام، حيث تم رصد 48 إصابة جديدة جميعهم أتوا من خارج البلاد. وفي ألمانيا أظهرت الإحصاءات أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى أكثر من 67 ألف حالة، كما قفز عدد حالات الوفاة بالمرض إلى 650 شخص. وجميع البلدان التي لم تسجل فيها حالات إصابة بالفيروس الفتاك تقع في إفريقيا أو آسيا أو أوقيانوسيا، ومنها اليمن وكوريا الشمالية، ولم تسجل فيها إصابات بالفيروس. وبرغم ذلك قالت منظمة الصحة العالمية أنها تشتبه في وجود حالات إصابات فيها.